بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. معكم أحمد محجوب، ممثل الطلبة المرحلة الأولى مع دعاية إعلامية إيزي. حبيت أعمل تمرين 3D جراف، طلبوا مني أشخاص أعملهم تمرين هذا. فنبدأ بسم الله. عاد في البداية هيظهر لك هذا الشكل، الجراف هيظهر لك إياه بهذا الشكل في السؤال. نبدأ الآن من الدبي. عاد الآن أنا حبدأ من الدبي وأمشي على اليمين أشوف للفم. طبعا في البداية أحب أوضح حاجة، إذا كنت بأمشي في هذا الاتجاه أخذ الماكس. عاد هذه حتظهر الآن، حتظهر مع بداية الحلم يعني بأنه نبدأ نشتغل. ولو مشيت في هذا الاتجاه حنمشي يمين، ناخذ الميم. إيش معناها هذه؟ الآن تظهر. أوكي بسم الله. الآن أنا إذا بدأت من الدبي ومشيت للاثنين هكون استهلكت صفر على حسب ما هو مكتوب هنا، وإذا مشيت للثلاثة هكون مشيت صفر. طيب إذا من اثنين مشيت للأربعة عندي الصفر هذا زائد الأربعة، كم عندي؟ يصير أربعة. وإذا من اثنين مشيت للخمسة نفس الحكاية أربعة، من اثنين مشيت للستة نفس الحكاية أربعة. طيب الآن نشوف بالنسبة للسبعة. الآن ها للسبعة يوصل لها إما أربعة زائد ستة، معناها إما تكتب عشرة، أو أربعة زائد اثنين اللي هي ستة. بالنسبة للرقم اللي على الأسهم هذا نتخيله كأنه طريق، كأنه شارع طوله مثلا نقول 6 كيلومتر مثال، وأنا مشيت 4 كيلومتر. فهل حأخذ معناها الآن أربعة وستة أو أربعة واثنين؟ طبعا زي ما قلنا هي في السهم إذا مشينا بهذا الاتجاه ناخذ الماكس، معناها أننا ناخذ العشرة. أنا عندي بين الأربعة والستة، أربعة زائد ستة عشرة، وعندي أربعة زائد اثنين ستة، إما ستة أو عشرة أكتب هنا. إيش أختار؟ أختار العشرة طبعا. طيب الآن تظهر مع أمثلة أخرى إن شاء الله إذا كانت مش واضحة. الآن بالنسبة للثمانية وصلنا من اتجاه واحد من هنا، من اثنين، أربعة زائد اثنين كم؟ ستة. طيب الآن التسعة، وصلها من ثلاث اتجاهات، إما من عند الثلاثة هنا معناها صفر زائد 11، إما تاخذها 11، أو تاخذ 4 زائد 11 اللي هو 15، أو 6 زائد 3 9، معناها تاخذ إما 9 أو 15 أو 11. فأنا آخذ الماكس اللي هو 15. الآن بالنسبة للفا هذه، إما تاخذ 22 زائد 10 معناها 32، أو تاخذ 17 بعد كم؟ 17 زائد أظن 32، إي 17 زائد 15 اللي هي 32. أنا بحب أتأكد منها، لا أول معلومة غلط. طيب معناها إما تاخذ 32 أو 32، أنا ما تفرق معهم، أنا تكتب 32، المهم أخذنا أكبر رقم. الآن كملنا الدوغي مينيمال. الآن هيسألك السؤال إيش هي الدوغي مينيمال؟ هي 32. طيب الآن قال لك طلع لي بلو كورشما، ايش اقصر طريق معناه؟ كيف نحسبها هذه؟ الآن نمشي بالعكس، اختار لون اخر. اختار اوكي اختار خليه. طيب نحط هنا 32 نفس. الآن نصير ناخذ المين. كيف المين؟ الآن تظهر نمشي الآن ونشوف. الآن هنا اذا مشيت من هذا الطريق عند السبعة ايش حيجيها؟ هتاخذ 32 ناقص 22 اللي هو 10، والتسعة حيجيها 32 ناقص 17 اللي هو 15. طيب الآن بالنسبة للثمانية هتاخذ 15 ناقص 3 يساوي 12. وبالنسبة الآن للخمسة، الخمسة إيش تأخذ؟ إما عشرة ناقص اثنين اللي هي كام؟ ثمانية. إما عشرة ناقص اثنين اللي هي ثمانية، أو 12 ناقص اثنين اللي هي عشرة. طبعا قلنا في هذا الاتجاه نأخذ المين، وأنا هأخذ ثمانية. طيب الآن بالنسبة للأربعة تأخذ عشرة ناقص ستة اللي هو كام؟ أربعة. وبالنسبة للستة هذه ايش تاخذ؟ 15
ناقص 11 اللي هي 4. طيب الآن الاثنين عندها 4 اختيارات، إما تأخذ 4 ناقص 4 اللي هو 0، أو 8 ناقص 4 اللي هو 4، أو 4 ناقص 4 اللي هو 0، معناها إما 0 أو 4 أو 0. طبعا تأخذ الأقل منهم اللي هو 0 بكل بساطة. الثلاثة الآن إيش تأخذ؟ 3 تأخذ 15 ناقص 11 اللي هو 4. طيب الآن أنا عندي بعضهم هذول عندهم نفس الرقم الأول والثاني نفسهم، هذول المميزين، هذول اسمهم التاش كريتيك، هذول اسمهم تاش كريتيك. طيب أوكي أها حددهم كلهم، فتر الفا طول عمرها تكون تعرف أصلا تاش كريتيك. المهم نسينا الاثنين. أوكي هذول التاش كريتيك اللي هم 2 4 و6 و7 و9. طيب الآن إذا قال لي أعطيني الشوما كريتيك، إما عندي معناها شوما معناها أبدأ من البداية من الديبي وأمشي، أمشي عن طريق معناها لتاش كريتيك اللي هي 2 و4 و7 و6 و8 و9، أوصل للفا. إيش هو الشوما كريتيك؟ معناها بشكل آخر إني بإمكاني الآن أمشي، مش ممكن أمشي في الثلاثة لأنها ما هيش تاش كريتيك، لازم أمشي عن طريق التاش كريتيك فقط. معناها اما معناها كيف اوصل للفا؟ حمشي 2 4 7 فا، او امشي 2 6 9 فا. عندي طريقين معناها، اما 2 4 7 فا، او 2 6 9 فا. صح ولا لا؟ هاي عندي طريقين. المهم الآن أنا طلعت معناها لشيما كريتيك. بكل بساطة هذا هو الإكزرسيس، وإذا أحد أي أحد عنده أي أسئلة يرسل لي رسالة، إن شاء الله بإمكاني أساعد أي شخص بإذن الله. وادعوا لنا، ويلا السلام عليكم.